موروثة وزارية كوزارة البريد والمواصلات. سعيدني اليوم أن أتواجد معكم للإشراف على مراسم إطلاق البوابة الإلكترونية المخصصة للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها بلادنا يومي 1 و 2 نوفمبر 2022. هذه المنصة التي تعد جزءا هاما من تحضيرات القمة العربية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية المكلفة بتحضيرها وتنظيمها، كونها تضمن التكفل بالجوانب الإعلامية المتعلقة بهذه القمة، وكذا بتسهيل تسجيل الوفود العربية المشاركة وإحاطتها بجميع التدابير. كما أود أن أشير إلى أن تاريخ 5 من شهر جويلية الذي تم اختياره لإطلاق هذه البوابة الإلكترونية نابع من الرمزية التاريخية التي يحمل هذا التاريخ العزيز على قلوبنا جميعا. إن التحضيرات للقمة العربية المقبلة جارية على قدم وساق، وقد تحقق منها جزء هام يسمح لنا اليوم باستشراف قمة ناجحة تعيد للجزائر بريقها وتعزز دورها الإقليمي الجهوي والدولي في عالم يشهد تقلبات متسارعة، تفرض علينا جميعا بذل المزيد من الجهود لحماية مصالح وطننا العزيز.